درويش يا درويش طلع لي كوبايه لبن الله يكرمك بس تكون سخن. قلت بعد اللبن هينام خلاص الراجل هيشرب كوبايه اللبن. لقيته ثالث مره بيقول لا دي ما كانتش بالزبده انا عاوزك تخليها. قلت له نعم طاهر معلش لا يا طاهر لو سمحت انا عاوز انام الله يكرمك. بص الادب متعطره بزين الادب والاحترام. راجل كابتن وقائد وحاجه جميله. قال لي حاضر. راح عند الكابتن حمدي مكرونه شرب كوبايه اللبن وجاء. شوف الادب عارف ان انا انام ساعدني. فهو له طقوس وله شغل. كان جال محترمه ونجوم محترمه ومجد طبعا حبيبي وشوبير ده بقى عشره العمر. قعدتوا مع بعض في عماره شوبير. حضرتك والكابتن شوبير كان كل يوم بيحصل فيها او كل ما تروحوا مكان يحصل فيه كارثه. لا شوبير كمان كل ما يشيل الشنطه ويمشي ويزعق ايه ده حط الشنطه اصبر. شوبير كان قدامه ثابت وكرامي واحمد ناجي وشوبير جال اوقات كنا مع بعض. فاللي اقصده طبعا شوبير عشره كبيره جدا ومجدي دول اخواتي وطاهر. بس الكوارث يا كابتن كانت اللي بتحصل في كل عماره تروحوا فيها ايه اللي عزلنا حصل؟ كنا في العجوزه وبعدين كل يوم نصحى على واحد يقع من الدور الثالث خناقه في الشارع توصل مش عارف مجزره ايه. لا قلنا لازم نعزل رحنا المانيال بقى يا كابتن حسن حمدي جاب لنا شاشه. ما حصلش حاجه في المانيال. لا المانيال لا ما حصلش بس ف بس يا كابتن ربيع كل يعني كل الحب والانتماء والولاء للنادي الاهلي لكن في الاخر طريقه رحيلك عن النادي الاهلي ما كانتش على نفس القدر العطاء اللي اديته للنادي الاهلي. كنت كمان ما حبيتش انك تختم حياتك في نادي غير النادي الاهلي. لا تعرض عليا ده كرام معاش اتصل بيا من السعوديه اللي فيه مدرب فرنسي وعايزك في نادي في السعوديه. قلت له بعد الاهلي العب. بس ايه اللي حصل؟ كان كواليس قرار رحيلك من النادي الاهلي هو وانا فوجئت اربع اسماء نجوم خلاص فرمان النادي الاهلي اخر موسم ليهم مع النادي الاهلي. انا فوجئت يا عمر لان انا جيت كنت مش عارف فين لقيت قالوا لي ان عماد اليماني طلبك. برضو كنت سمعت حاجه زي كده فطلبت كاب صالح. كاب صالح خلي بالك كنت عنده عضو في المكتب 26 يوليو كنت اروح له. بص الشخصيه الرياضيه لن تكرر في تاريخ الكره المصريه. حاجه جميله وحاجه وتواضع وادب واحترام وحب وذوق حاجه جميله جدا. كان دايما ينصحنا ويوجهنا ويقعد معنا في النادي ونروح له ويجي لنا يعني حاجه. فقلت له كاب صالح قال لي يا ربيع انا عاوزك انت وطاهر وعلاء ومحمود. قلت له ماشي. فروحنا له قال هو بقى هو كان الكابتن والسلامة عاوز يعمل فرقة جديدة. فقال لك ان الأربعة دول ما فيش حد هيرضى يقعد بره منهم. طب بحجم طاهر بحجم ربيع بحجم محمود صالح بحجم علاء ميوب. فقال له يا كابتن صالح إذا كنت عاوز ان انا اعمل فرقة ساعدني ان الأربعة دول يبقى في قرار ان هم يبطلوا افضل يعني. فخلاص كابتن صالح بعت لنا ياخد بالك في المكتب. ناقشنا كتير جدا وكان في شوية حدية وشوية نقاش كتيرة جدا وشوية أصوات. لكن في النهاية وأنا بقى نازل قال لي يا ربيع ممكن أنا أديك فرصة إنك أشوفك أنت. قلت له لا. مين اللي قال لك كده؟ الكاب صالح كان هم سبقوا الثلاثه. قلت له يا كاب صالح هو عشان تديني حياتك فرصه وتشوفني لازم تشوف الاربعه فعشان لوحدي. وبعدين في نفس الوقت هو انا بعد عمري ده كله ده كاب صالح لسه هتشاف. فقررت رحت لازم لعنده رحت. بس الغريب يا كابتن ربيع انك ان حضرتك الوحيد في الاربعه اعتقد اللي هو بطل في الاهلي لكن في نفس الوقت ما اشتغلتش في الاهلي. نعم يعني في نفس الوقت اللي حضرتك بطلت فيه وما لعبتش تاني يعني بطلت وما رضيتش تروح حته يعني لا. كان كابتن اكرامي كان كلمك علشان تكون تبقى موجود في السعوديه لكن لحد دلوقتي مش موجود في الاهلي ما اشتغلتش في الاهلي ما دربتش في الاهلي. يعني كان اخر حاجه اعتقد انها كانت موجوده كان نائب مدير اكاديميه او فرع من الفروع الاكاديميه اللي اتعرض عليك وحضرتك رفضت طبعا ده اتعرض عليا صح كده اتخير عليك كده. لا لا هو دلوقتي حجم ربيع ياسين مش سهل ولا قليل العمر. فطبعا في نفس الوقت انت عارف انا كل عادتي فين؟ في النادي الاهلي بروح العب كوره وبقعد ما اعرفش اقعد في النادي الاهلي وكل اصدقائي اذا كان مجلس الكابتن الخطيب او مجلس محمود طاهر او مجلس اللابلة او انا بحب الكيان يا عمر واحترم الكيان وبحب جمهور النادي الاهلي مرتبط بيه خلي بالك. وعلى يدك فاكر انت المصري لما بعت لي ورحت واتقلبت الجمهور الاهلي قال لك رفضت المصري علشان خاطر حبا في جمهور الاهلي فعلا؟ مش على يدك انا حبا في جمهور الاهلي واحتراما لي مش قلب الدنيا. مع انك يا كابتن ربيع معلش هو في الشغل مفيش يعني أيوة الشغل ورزق والفلوس ما انت مش تقعد في البيت. ما هو ده حقيقه صح. انا بقول لك شوف احترامي وشوف ترابطي مع الجمهور ومع الكيان. انا بحب كيان مش بحب اشخاص وبحترم كيان اسمه النادي الاهلي بنتمي اليه وبحب جمهور الاهلي لان من وجهه نظري جمهور الاهلي وجمهور الزمالك دول احسن جمهورين في العالم بصراحه. مش بقول لك في افريقيا بصراحه جمهور الاهلي جمهور رائع. مفيش جمهور النهارده بيبقى في ظهر فرقته في الدقيقه 96 و97 ويكسب بطولات بيها. وجمهور الزمالك جمهور رائع في ظهره على طول. فاللي اقصده انا بحترم الكيان واحترم الجمهور خلاص وبصرف النظر مش عشان شخص. فانا اشتغل ما اشتغلش بنتمي الكيان. وفي نفس الوقت يا عمر انت عارف ان انا عندي عزه نفس وتحت امر اي مسؤول يتصل بيا
ويديني قيمتي الحقيقية. ما بجريش ورا أي حاجة ولا ورا شخص، أنا بجري ورا شغل صح. أنا عندي شغل وربنا مديني موهبة زي ما أنت شايف، ومدرب منتخبات مصنف بفضل الله. ولو كان سير التسلسل ماشي في مصر بتسلسله العدلي اللي فيه فنيات، كان زماني دلوقتي واخد وضعي زي غيري، زي غيري عمر. لكن أنا في طبعا عندي حاجات حصلت لي بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، خلاص. فما بشتكيش ولا بقول حاجه ومسلم الامر يا عمر. فاهلا وسهلا بالاهلي، اهلا وسهلا بالمنتخب، اهلا وسهلا حسب ما ربنا يريد. المهم الانسان يعيش ويحب الناس وبقى عنده ترابط، ما يعملش مشاكل، وكل يجيبه ربنا كويس. طيب تعالى نروح لتقرير مع جمهور كره القدم.